شو لهلأ ما انقلعوا هدول؟ شو عم يستنوا يعني؟ أخي عيب تقلو هيك، هدول ضيوف. أنو ضيوف آه؟ يعني ما شفتوا للزلمة كيف دفع الدية عن سناء؟ وهلأ على هون وما بقى بده يروح كمان. حميد بيك. آه شفت شلون؟ هاي سمعنا. اتفضل شو بتريد؟ أنا هذا صوت انفجار. عبدو اللي شو فيه؟ شو هالصوت هاد؟ صار انفجار كبير بالمدرسة، شفته من بيتي. بالمدرسة؟ بنتي زينب، زينب دكتور شو صار لك؟ أنت زينب شوفي ليلي دكتور أنت منيحة؟ إيه منيحة بس الدكتور مو منيح. دكتور رد علي. دكتور دكتور فجأة وقع على الأرض ما عرفت شو صار له بس ما يكون انصاب. طيب إذا انصاب وين جرحه؟ يا ربي شو هاد؟ لازم نقيمة. وقف وعكتيمة. طيب ليش ما نقيمة؟ عشان ما يصير عنده نزيف. خلونا ناخده على المركز فورا. يلا يا شباب ساعدونا. يلا يلا ما يسرع. تبو على مهلكم لحد يقرب من الجرح. بابا بابا صار في انفجار بالمدرسة. عم قلك صار في انفجار بالمدرسة. ولك ايه فهمنا حاجة صرخة بقى سمعتوا للانفجار. ايه بس ما بدك تروح تشوفه. حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب. لوين رايحة؟ لوين؟ على المدرسة. عادي هون. طيب ليش؟ بدون ليش خليكي هون. معقول ما روح يعني؟ يلا يا شباب بسرعة. عجلوا شوي. يلا يا شباب بسرعة. طارق لازم نلحق. طارق بابا طارق يا بابا. طارق يا ابني. طارق شو بهو؟ شو صار له ابني؟ بنتي بابا انا طارق ابني طارق ان شاء الله. طارق بيك. طارق عم مصطفى لازم ناخده على المركز بسرعة. يعني هنيك شو راح يعملوا له؟ ليش في بالضاعة دكتور يساعد ابني؟ اي في ديالة بركي هي بتقدر تعمل شيء. يلا 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 خجيبه بسرعة. امشي مصطفى بيك. يلا تبك يا جماعة. سمعت الصوت كتير منيح. صار اللي بدنا اياه. شو صاير بديع؟ انفجرت العبوة يا زيدان. سمعناه. والأنسي؟ الأنسي ما صار لشي. أما الدكتور إصابته كبيرة. أخذ جزاته. يلا امشوا نشوف. يلا على مهل شوي شوي. لا توقفوا فوق راسه. يلا بعد رجعوا لورا. طيب طيب يلا يلا رجعوا. يلا يلا بعد هيك شباب. يا ربي دخيلك. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. انت ممرضه ساوي لك شي شغله. تحركي يا بنتي. جيبوا شو مات بعد الشر. لا تقول هيك لسه في عنده نبض. يا حرام شو صار له؟ بعدولي بعدولي شوي. بعدولي بعدولي شوي. مرقوني مرقوني. بعدولي بعدولي شوي. دكتور منيح حنان لسه عايش؟ ما بعرف شو قلك يا خالتي. شو خليكي ورا بنتي. شو صار لك؟ بترجاك اعملي شيء. ابني راح يموت. شو بدنا نعمل بكل هالعجقه؟ بابا خلي الكل يطلع لبرا. ايه الحق معك يا بنتي. يلا يا جماعه طلعوا لبرا بسرعه بسرعه. يلا 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 يا جماعه طلع طلع. يلا بابا خد لعم مصطفى وطلعه. طيب يا بنتي ماشي. يلا امشي يا بيك. يلا يلا عمو. يلا يا جماعة يلا بعدونا هيك بعد إذنكم. يلا 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 تركوا المريض لحاله. يلا تفضلوا تفضلوا طلعوا. ديالا شو صار لك؟
انتو بتعرفوا انه انا ماني دكتورة، ما فيني اعمل له شي. شدي حيلك شوي ديالا وإلا رح يموت الدكتور طارق. ديالا دكتور طارق بلش يصحى. خليك لا تتحرك. اهدى اهدى. شو صار؟ في حديدة كبيرة مغروزة بظهرك. ديالا قديش عم اجرح؟ ما بعرف، مو مبين قديش غميق. ديالا خليكي هادية، انت بس قلي لي شو عم تشوفي. انا مالي متأكدة بس الجرح مو كتير غميق. طيب ماشي ديالا، طيب خلينا نساوي الجرح. يلا ديالا ديالا يلا انا رح ساعدك. يا انت من عندك تعافي لهالشب. الله يعافي لك يا مصطفى بيك. الله يسلمك. طيب كيف صار هلا؟ والله ما بعرف. طول بالك يا مصطفى بيك، بعرف انه صعب عليك بس لازم تتماسك اكثر. ان شاء الله ربي يخلي لك ابنك ويعافيه يا بيك. تسلموا، شكرا كثير شكرا. شيخنا ليش هرب منا؟ يمكن لانه متضايق ومسكين ما له عرفان شو بده يعمل. وليش لحتى يهرب يعني؟ لأنت بدي ضل عم بهرب يعني أكيد رح تشوفني وتعرفني ورح تعرف إنه طارق هو بيكون ابنها. إذا هاتنين ما راحوا من الضيعة أبداً ما راح يصير أمان. والله معك حق يا أغا، أصلاً من وقت اللي إجا الدكتور على الضيعة والضيعة مقلوبة قلب. يخلصنا يا ينقلع من هون يا يموت، المهم إننا نخلص منه. ما فيني إيمة. ديالا ديالا اسمعيني منيح، بدي منك تسحبي بقوة سحبة واحدة. يلا ديالا يلا. دكتور طارق يا ربي، طيب شو صار له هلا؟ يمكن غوطان، لا تخافي بسرعة عقم الجرح. يلا بسرعة. يلا ديالا هلا لازم تسكري الجرح.